عندما تضع في بالك أنك عبد لله عز وجل وتضعين في بالك أنك أمل لله عز وجل تسيرين مع أقداره، فإن تلقيك لأي خبر، أي خبر بالمناسبة، بعد إحنا بشر ترى في حاجة اسمها صدمة التلقي، أي خبر في الدنيا له هزة عند التلقي زي صدمة الصدام بالصدام، سيارتين عندما يتصادمان هناك هزة، بعض الناس ينزل حتى يشوف، بعض الناس يقول لك لا هي صارت في الربر مش 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 في الحديد، وبعض الناس حتى لو في الحديد يقول لك يعني حنزل الضارب وعطل الشارع انا حصل له خلاص قدر الله، تمام، يعتمد على انت ايش في بالك. بس عموما احنا نعرف انه في صدمة اسمها صدمة التلقي، نعرفها هذه في علم النفس، صدمة التلقي. ايش في صدمة التلقي؟ صدمة التلقي السؤال الذي يأتي حال الخبر هو أحوالي كلها تتلخبط، يعني طيب 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 طيب، كانها أم قالت طيب وأولادي، وكانها زوجة قالت وزوجي، وكان صاحب مال قال طيب وأموالي، والجميع يعبر جسرا قبل أن يصل إليه، يعطل جسر كذا ويمشي عليه في الهواء، طيب استنى شوي، ما نتحقق، ما نتأكد، ما نشوف، ما الأقدار بيد الله، ما ربما شفيت، ربما عفيت، ربما استمريت وحملته معك فترة طويلة، لكن واحدة واحدة علينا. ففي صدمة التلقي هناك حيل نفسية يقوم بها العقلاء، وهي التوقف عن التفكير وإحلال الأفكار السلبية التي تأتي تترى، كما جاءت للملك الظليل امرؤ القيس شو يقول؟ وليل كموج البحر ألقى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. أتدري لماذا يا امرؤ القيس؟ لأن الظلمة في مخك، لأن مصنع الأفكار السوداء في ذهنك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شوف كله خير خير خير. لما جاء الصحابي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يجر ناقته فحرنت عاندت، قال يا ملعونة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة، حتى يأدبه تأدب أفكاره التي تنجش فكرا سواديا. اسمع، يا تركب عليها وتروح أنت وياها، يا تسيبها في البر. طبعا هو لا يريد أن يغادر ركب النبي صلى الله عليه وسلم، فتركها في البري. شوف عاد من صارت عنده اليوم نسلها، ليش؟ حتى يؤدبه. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأن السوادية فيروس ينتشر، السوادية تنتشر، فكن مصدرا للإيجابية. أو القراءة الثانية فهو أهلكهم، يعني أكثرهم هلاكا، طبعا هو المصدر، هو النبع، نبع النكد. إذن مرة أخرى الفلتر، ذلك المصدر الذي يلون عليك حياتك أو يجعلها سوداء مظلمة كئيبة هو بيدك. تدرب من الآن على أن تتعامل مع صدمات التلقي بإيجابية، ولا تعبر جسرا حتى تصل إليه، لا تروح بعيد وانت ما زلت في نفس المكان. الحياة الحياة يا إخواني مثل لقطات الكاميرا، كل لقطة لها حيويتها. الحين احنا في اللقطة لما نجي نصور كاميرا مش نعمل كذا فوكس وكذا، ثبت يدك، بعدين انا اتعلم شيء جديد بعد، اقطع النفس حتى تثبت ايدي زي الاكس راي، اضرب فتشوف الصوره طلعت واضحه. اذا ركزت على اللقطه اللي يسميها ابن حزم الاندلسي يسميها الان، الان هي اللحظه التي تعيشها، ما قبلها دش في صندوق الودائع،
صار ماضي. وما لم يأتي مشاريع لم تأتي بعد. فإيش لحظتك؟ العاقل تجد حياته عبارة عن شريط سينمائي أو فوتوغرافي، كل لقطة فيه مخدومة بجودة، والمسكين شريط مشوش، لا هو عارف يعيش لحظته، ولا هو عارف يسترجع ماضيه، ولا هو فاهم ايش اللي حيجري في مستقبله. تشويش في تشويش في تشويش. في لحظة التلقي اعرف أن الخبر قد جاءك من الله، هي رسالة أرسل بها جسمك إليك، تلقاها الطبيب وقال لك هذا قدر الله قد مضى فيك فاعلم. فالسخط سيكون على الله، والرضا سيكون على قضاء الله وبالله. وأنت في يوم الغزو والعدوان على الكويت يوم 2/8/1990 كنت حدخل صلاة الظهر، يعني احنا علمنا يعني بعيد الفجر، فرايح أصلي الظهر. فسألني جاري يا إبراهيم ايش تشوف؟ يبي يشوف، يبي يسوي فوركاست حق اللي جاي، ما هي صدمة تلقي. قلت له خير إن شاء الله. فطالعني كذا، كيف؟ قلت له تعتقد الله غايب أما يجري؟ قال حاشا لله. قلت له وكل الله، خلنا نصلي بس نستمتع في الظهر الآن، ايش لنا في اللي جاي؟ استنى بس خلنا نهدى حتى نشوف، حتى نعرف احنا وين رايحين. لازم اهدى انا شويه، لازم نهدى، لازم اهدى شويه، لازم اهدى. اركض اركض، اجلس اجلس. يقول اقعد على حيلك وفكر في دنياك، واعرف عدوك من صديقك الى جاك، لن تعرف حتى تهدى. احنا يعني ما دام الماء مرجوج ما نشوف ايش في قاع البركه، اذا هدى نشوف ايش فيه، جواهر، صخر، فطايس، لازم يهدى المي شوي تهدى. تمام. إذن في صدمة التلقي هناك فن، هناك فن للتلقي يعرفه العقلاء. فأقول أن صدمة التلقي بإمكاننا التعامل معها. احنا نفوت الصدمة الأولى والعرق الأولي والاهتزاز الأولى، هذه نقبلها، بس بعد ذلك يصير عندي اختيارات. هل أتعامل مع الموضوع بتعقل أم بانفعال؟ البعض إيش يعمل؟ يقول لك أنا مش عايز أفكر ولا عايز أنفعل، خلوني أطلع شوية أتمشى أتهوى، أروح عمرة، أزور المدينة، أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا عايز مش عايز أفكر، عايز أتحرك. البعض يعالج الصدمة بالحركة وهذا طيب، البعض يعالجها بالفكر الثاقب وهذا طيب، البعض يعالجها بالفكر السوادي اللي قلنا عنه هذا مش طيب. خير لك أن تتحرك، روح تحرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللي يجد شيئا من الانفعال لا يستطيع أن يغالبه يغضب، يعني إن كان جالسا فليقف، وإن كان واقفا فليجلس ويغير موضعه. وجدوا أيضا أن هناك كيمياء معينة في الجسم تتغير عندما أنت تغير وضعك. وهناك من يعالج هذا الخلل بحرق أعصابه وبالأمراض السيكوسوماتية وبابتلاع واجترار الحسرات، وهذا غير مطلوب، لأنه مما يزيد المرض هو الاكتئاب، ومما يزيد المرض هو المضاعفات النفسية وما تجره من ويلات على البدن. أنت تعرف أنت يضيق خلقك إحنا نقول، ولا تزعل تنسد نفسك عن الأكل، يجفوك النوم. شو؟ فالحركة خير والفكر الطيب أخير. القرآن جاءنا رحمة من رب العالمين وهدى لنقلنا من الدركات إلى عالي الدرجات. القرآن أرادنا أن نستبدل الصور الذهنية التقليدية اللي يحملها الناس التقليديين أو التقليديون عن الأحداث، ويستبدلها بصور إيجابية. عندما تقرأ قصص الأنبياء تجد أنهم في النهاية يشكرون الله عز وجل، أشكر نعمتك التي أنعمت علي.
في النهاية صبر الأنبياء فوز في الدنيا أو الأخرى أو في الثنتين معا. فأرادك القرآن أن تستبدل الصور التقليدية اللي هي صور النكد وصور البؤس بصور إيجابية. خلوني أقول لكم إيش معنى الصور. الآن في بعض المجتمعات يودع الميت من بيت أهله بالبكاء واللطم، وفي بعض المجتمعات يودع الميت من بيت أهله إذا غسل بالصمت وذكر الله عز وجل، وفي بعض المجتمعات يودع الميت من بيت أهله، وكلها مجتمعات إسلامية وكلها عربية، بالزغاريد. عجيب، أليس الحدث واحدا؟ لما ردة الفعل مختلفة؟ أليست الصدمة واحدة؟ لما تلقيها أصبح متباينا بين الناس؟ لأنه يعتمد على إيش؟ الفلاتر والصور الذهنية التي ركبها أولئك. فأهل النكد واللطم هذا في ثقافتهم، هناك ثقافة كاملة أن الجنازة يجب نشتري لها لطامة، نشتري لها نائحة عند العرب. وذلك إيش يقولوا؟ مش يقولوا ليست النائحة كالثكلة، لأن النائحة تؤجر. طب ليش يجيبوا نائحة؟ لأنه عيب الست ما تنوح على زوجها. وفي مجتمعات أخرى عيب الست تنوح على زوجها، كما ورد في بعض ما يتردد عند العامة أن الميت يعذب ببكاء أهله. أنا سمعت أنه ضعيف يعني. وفي بعض المجتمعات الميت يودع بالزغاريد، صور ذهنية متباينة، كل واحد وإيش هو تصوره للموت. وكلها مجتمعات مرة ثانية إسلامية وعربية. إذن اختر من هذا البوفيه اللي اسمه صور ذهنية الصورة اللي يعني تخليك أحسن حالا. ما أنت الكسبان في النهاية، أنت الكسبان في النهاية.